فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد ذكر أهل العلم أن أعظم أسباب التفاوت في الأجر ثلاثة أمور: الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل، والأمر الثاني الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والأمر الثالث الخشوع. يا عبد الله، كلما كنت في صلاتك مخلصا لربك سبحانه وتعالى مقتديا برسولك صلى الله عليه وسلم، فتحاول أن تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاشعا في صلاتك، كلما زاد أجرك في هذه الصلاة.